صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية. سحبت تركيا إلى دائرة التفاوض على ملف المخطوفين في أعزاز من اللغة التي تتقنها واليد التي تؤلمها. الخاطفون نالوا مرادهم وطرحوا في السوق الأمنية مسلسلا تركيا اسمه مراد، بدأ فجر أمس وليس واضح النهايات ولا عدد الحلقات. فالمجموعة الخاطفة غير ناشطة على ساحات الخطف، وقد اتضح خلوها من مطالب الفدية في البيان الذي تسلمه الجديد من مجموعة زوار الإمام الرضا. أما أهالي المخطوفين فلم يتبنوا البيان، إنما العملية نالت الرضا، لا سيما بعد تأكدهم من بنك الأهداف ومن أن خطف الطيار التركي ومساعده أتى بهدف المساعدة على تسريع إنهاء ملف المخطوفين لكون تركيا مفتاح الحل. الآن أصبح اللعب على المكشوف مع الباب العالي، ما يرتب على عائلات المخطوفين في أعزاز تأليف لجنة مصغرة لا ترضى إلا بالتفاوض المباشر مع رجب طيب أردوغان شخصيا، الذي سيضطر إلى أن يصرف بعضا من وقته على سلامة رعاياه، وإن شغله هذا الأمر عن ساحات الدعم السياسي لإخوان مصر واللوجستي لمسلحي سوريا. ولعل المسألة الأهم في عملية خطف التركيين أن أهالي أعزاز ضمنوا سلامة ذويهم، وأصبحت تركيا ضنينة على أمنهم بحيث لن تتم تصفيتهم عن طريق الخطأ، ولا ينبعث أبو إبراهيم آخر من موته ليهدد بهم، أو أن تبتدع تركيا أوصياء جددا على إمارة أعزاز التي تحكم سيطرتها عليها. أنقرة الآن تبحث عن اللواء عباس إبراهيم أمين عام التفاوض لتفتح معه خطوط الوصل، لكن إبراهيم غادر البلاد وهو لم يعترض على دعوته إلى التنحي عن الملف، وربما يستحق اللواء تمضية إجازة صيفية بعدما أضناه التركي بتفاوض غير مجد. العالم سيدين هذا العمل الإرهابي، لكن في سوق الحروب الإدانة لا تطلق سراح أي مخطوف، والعالم نفسه وقف عاجزا متفرجا على مأساة المخطوفين اللبنانيين المبعدين عن عائلاتهم لعام ونصف، تتحكم تركيا بمصيرهم وتدعي نفض اليد، فيما الخاطفون اعترفوا بأن تركيا تمثلنا. واليوم فإن أنقرة تتجرع كأسا واحدة من مآثرها في سوريا، وهي دفعت بشريحة واسعة من اللبنانيين إلى دعم عملية الخطف المضاد لأنه الأسلوب الوحيد الذي سيقود إلى حرية أبنائهم. أما موقف قوى الرابع عشر من أذار الذي دان الخطف ووضع لبنان ومطاره في دائرة الخطر والعقوبات، فيجيب عليه بيان زوار الإمام الرضا: أمان ربي أمان، بيرجع زوار بيطلع قبطان، وما كان الخاطفون فعلوها لو لم يسبق لتركيا أن استجابت للضغوط وأطلقت في السابق سراح اثنين من أعزاز مقابل مخطوفين تركيين في لبنان، وما خطف بالقوة لا يتم تحريره إلا بالقوة، والمرادان ضيوف لبنان أكرم البلدان. إذن يوم خطف التركيين الطويل في هذا التقرير للزميل جاد أوسن. بعد نحو سنة وثلاثة أشهر من اختطاف 11 لبناني في سوريا، تعود القضية إلى الحياة بخطف تركيين حتى الإفراج عن لبنانيي أعزاز. أما في تفاصيل الرواية التي استحصلت عليها قناة الجديد، فعند 3:30 من فجر يوم الجمعة كانت 4 سيارات تضم كل واحدة 3 أشخاص تنتظر وصول باص يقل طيارا تركيا ومساعده، إضافة إلى عدد من المضيفات وأعضاء طاقم إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية التركية، وهم في طريق عودتهم إلى فندق الراديسون في بيروت. لدى مرور الباص من على طريق المطار ووصوله إلى أول جسر الكوكودي باتجاه بيروت، اعترضته سيارتان شهرتا السلاح بوجه السائق، فيما كانت السيارتان الأخريان تموهان عبر افتعال إشكال على خلفية حادث سير مفترض وقع خلف الباص، وذلك لمنع السير باتجاه الجسر تفاديا لعرقلة عملية الخطف. تتابع المعلومات مشيرة إلى أن العملية نفذت بدقائق قليلة، وأن السائق ماهر زعيتر رفع يده لحظة إشهار السلاح على الباص، وذلك حفاظا على سلامة من فيه ومن ضمنهم ابنه ذو 8 سنوات، والذي طمأنه الخاطفون إلى أنه في أمان،
وفي هذا الوقت كان المسلحون يقتادون القبطان ومساعده إلى أحدى السيارات، تاركين في الباص بقية أعضاء الطاقم قبل مغادرته من المكان بسرعة إلى جهة مجهولة. مع طلوع الصباح بدت الضاحية الجنوبية هادئة في ثاني أيام العيد، وهي لا تزال متفاجئة بالخبر مجهول الفاعل، فيما نشرت هويات التركيين المخطوفين مراد أكينار ومساعده مراد أغا. احنا فرحنا بالشيء اللي صار، بس احنا ما عنا معطيات، ما بنعرف من هاي الجهة، وان كان انه احنا متشكره ومنشد على ايدها، بس ما عنا اتصال فيها. يا ريت هن بيتواصلوا معنا، ونحن بدنا نطلب منهم انه ما يقبلوا ابدا، ما يخلوا حدا يمون عليهم، وما يقبلوا الا الطياره اللي بتجيب الزوار اللبنانيه من تركيا تاخذ هيدا التيار ومساعده على تركيا. بس نحن ما بدنا هلا نستعجل ونروح بفكرنا لبعيد، يمكن تطلع هيدي عصابه بدها تقطع طرق، بدها تبتز، بدها تطلب فديات، نحن ما بنتبنى هيك افكار. عند الساعة الواحدة من بعد الظهر أذاعت قناة الجديد بيان مجموعة زوار الإمام الرضا عليه السلام وسط ذهول أهالي المخطوفين. المجموعة تبنت العملية مطالبة بالإفراج عن اللبنانيين 9 في أعزاز مقابل التركيين. أمان يا أبي أمان، بيطلع زوار بيطلع مجموعة زوار الإمام الرضا. مين مولانا؟ ما بنعرفهم، بس زعل الموضوع. هيدي ورقة ضاغطة يتم إطلاق سراح 9 مقابل 2، وبطلبوا من الخاطفين يضلوا مستضيفين للأتراك، وما حدا يمون عليهم لا من قريب ولا من بعيد لحتى يتم إطلاق سراح المخطوفين. ما هي إلا لحظات حتى عمت الأجواء الاحتفالية قبالة مركز بدر في بئر العبد. وكذلك في حي السلم، وإن كان في أجواء أقل صخباً. أنا بقول إن شاء الله تجيب نتيجة هالشغلة، يعني اللي عملها إن شاء الله تجيب نتيجة. بتصور بتجيب نتيجة من بعد خبراتكم السابقة بطريقة التعاطي بهذا الملف من قبل كل الجهات اللي تعاطت فيه؟ أنا إذا عم تسألني بتركيا أي بيطلع بإيدها، أنا كنت هونيك وبعد نحن 10 أمتار حدود التركية، قادرين سعد بدن التراك يجيبوه. أنا عندي ضيف من تركيا صار له 4 أيام عندي. لو نحن بدنا نخطف أول شيء كنا خطفنا هذا الشاب التركي عندي، أحو موجود هون كمان شاب تركي. ممكن تفرجيه ياسمين، قولي له تفرجيه باسبور. بس عم بقولك لو بدنا نخطف كنا خطفناه لإله. وفي انتظار تحرك الدولة يبقى أهالي المخطوفين مسمرين أمام شاشات التلفزة وهم يرددون أمان ربي أمان، بيرجع زوار، بيرجع قبطان. هنا جسر الكوكوذي حيث تم الخطف، تم ما تم، ولا شيء مؤكد إلا أمرا واحد، هذه المرة ما تبقى من دولة لبنانية سيتحرك، فالمخطوفين ليسا لبنانيين. جاد غصن، قناة الجديد. كيف تلقف الشارع التركي خبر خطف الطيار ومساعده في بيروت؟ خبر خطف الطيار التركي ومساعده في لبنان لم يصل على جنح الطير إلى بر الأناضول، فكون عملية الخطف حصلت في ساعات الفجر غاب بطبيعة الحال الخبر عن الصحف التركية. أما التلفزيونات التركية فتعاملت مع الخبر بتغطية غير استثنائية، لكن ربما مواقع التواصل الاجتماعي هي كانت الأسرع في هذا السياق، إلى جانب الدبلوماسية التركية التي دعت رعاياها في لبنان إلى المغادرة. الصحفي التركي أحمد زاهد أوغلو رد التغطية الإعلامية العادية وتلقف الخبر من قبل الشارع التركي بشكل محدود إلى العطلة الرسمية التي تعيشها البلاد في عيد الفطر. كما تعرفون الخبر أصبح في صباح في ساعات الصباح الأولى، وربما لا توجد ردة فعل الآن كما يجب. ربما في الساعات القادمة في ساعات المساء سنشاهد ردات الفعل الحكومية وغيرها. أوغلو رد على السؤال عن إمكانية أن يشكل هذا الخطف ورقة ضغط إضافية على الحكومة التركية للمساعدة في استعادة مخطوفي أعزاز. لا أظن أنه سيؤثر عمليا على الأرض على الإطلاق، يعني لا أقول الحكومة التركية فحسب، لا يوجد حكومة بمعنى حكومة على وجه الأرض بإمكانها أن تهدد أو تكون مثل هذه الأعمال الغير قانونية ورقة ضغط عليها. لا. وأظن أن السلطات اللبنانية كما تعتقد تركيا أن لبنان دولة فيها قانون وفيها سيادة، أظن أنها ستقوم بالعمل اللازم. من المنتظر أن تفتح في الأيام المقبلة هذه المسألة خط اتصال ساخن ما بين بيروت وأنقرة لإنهاء هذا الملف بشقيه اللبناني والتركي.
وزير الداخلية مروان شربل علق في اتصال مع الجديد على خبر خطف التركيين، وكشف للمرة الأولى عن مجريات المفاوضات مع الأتراك لإطلاق سراح مخطوفي أعزاز. أول مرة بحكيها بآخر اجتماع من شهرين تقريبا مع السلطات التركية، وكان في مندوب عن الدولة القطرية. واتفقنا وعطيونا لائحة الأتراك قبل ما نعمل الاجتماع، وراح المدير العام للأمن العام على سوريا، واتفقنا على أنه بيخلوا سبيل الأشخاص اللي موجودين. يعني اللي موجودين باللائحة. هلأ كل اللي موجودين باللائحة مش موجودين بسوريا، وكمان في أكتر من هيك أنه في أسماء كانت مكررة على اللائحة. يعني مما يعني أنه اللي كان يحطوا الأسماء مش جهة واحدة اللي كان يحط الأسماء واللي كان يطبع هاللائحة. هلأ خدناها وطلعنا على تركيا، وكان المندوب التركي والمندوب القطري، وكان في المسؤول عن المخطوفين السوريين، وحكينا بهالموضوع هيدا. وهني كانوا بالبداية انه مش مقتنعين انه من اصل تقريبا بحدود، كانوا بحدود 230 او 240 واحد. وصلنا تقريبا للثلث او اكثر شوي، الاتراك السوريين قالوا موجودين ونحن مستعدين ان نخلي سبيلهم. طيب شو صار اخر شيء؟ اللي صار انه اخر رساله انبعثت امبارح، وهي اول مره بحكيها، وهذه هي مش يعني هي الرساله ما بعرف كيف وصلت. قال بيقول انه نحن، او اتصل المحامي وزير الداخليه، مع انه انا ما كلفت حدا، مع الخاطفين، وقالوا يعني هني بدهم يمرقوا رساله بطريقه غير مباشره اذا بدك، انه بنخلي لهم 134 امراه بيعطونا اثنين. نحن قلنا له نحن نتفاوض مع الاتراك مش عم نتفاوض معكم، لانه بالنهايه هن الاتراك المسؤولين اتجاه انه نحن نتفاوض كدوله. دولة تركيه، بين دوله لبنانيه ودوله تركيه. هذا اللي وصلنا له هلا. وبكل صراحه الاتراك مش تركين الموضوع، بس هلا شو الصعوبات اللي عندهم اياها بعد حقيقه ما قدرت اعرفها كثير. رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان، وفي اتصال مع الرئيس التركي عبد الله جول، عبر عن رفضه الخطف الذي حصل أمس، وإن كانت هناك مساع جادة لمعرفة مكان المخطوفين والعمل على تحريرهما. الرئيس نجيب ميقاتي الذي تابع حادث الخطف وتلقى اتصالا من وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو أكد أن أعمال الخطف مرفوضة أيا تكن تبريراتها، ورأى أن معالجة أي قضية إنسانية محقة لا يمكن أن تجري على حساب النيل من هيبة الدولة وسلطة القانون وكرامة الإنسان. الرئيس المكلف تمام سلام من جهته رأى أنه لا يمكن السكوت عن عملية الخطف التي قرأ فيها إساءة إلى لبنان وإلى صورته. بدورها الأمانة العامة لقوى 14 من أذار أكدت أن الحادث بالغ الخطورة، وهو يعرض مطار بيروت لأن يصنف على لائحة المطارات الخطرة وغير الآمنة. أهلا بكم من جديد. وسائل مبتكرة لتنظيم عودة السوريين إلى بلادهم تكشف عنها وحدة التحقيقات الاستقصائية في قناة الجديد. على الحدود بعض حماتها جلادوها. تقرير للزميلة سرات صالحة. ليسوا مجرمين أو قطاع طرق، ليسوا عابرين للحدود بطريقة غير شرعية، وهذا ليس مشهداً من فانتازيا درامية جديدة. هو مشهد واقعي لمنطقة المصنع الحدودية المودعة للخارجين من الأراضي اللبنانية، مسافرون ذنبهم الوحيد أنهم قرروا تمضية العيد مع من تبقى لهم من أهل وذكريات في سوريا. لما آلت الأمور إلى ما هي عليه في الصورة؟ قرابة الساعة السابعة صباحاً في آخر الأيام الرمضانية تم رصد ازدحام شديد عند النقطة السالفة الذكر، ليتبين لنا خلال دقائق أن سبب هذا الازدحام يعود إلى وجود موظف واحد يتكفل تسيير أمور جميع المسافرين. ليتفاقم الموضوع بعد 3 ساعات من الانتظار إلى هذا المشهد.
والأجهزة الأمنية جاهزة وحاضرة أن تقوم. المفارقة كانت أن ذلك أتى بعد وعود وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل بأنه سيتم البحث ضمن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في تنظيم إجراءات عملية دخول وخروج السوريين. فهل هذه هي التقنية الجديدة في إجراءات التنظيم التي وعدنا بها؟ اكتظاظ شديد لمسافرين يحملون أمتعتهم، أطفالهم وأوجاعهم، غير باد عليهم سوى التسليم بقضاء الأمن اللبناني وقدرهم بالانتظار تحت شمس حارقة على وقع السباب والعياط لينتهي بهم الأمر يضربون بالسياط. أكثر من مليون لاجئ سوري توزعوا على مختلف المناطق اللبنانية تحت مسمى النزوح منذ بداية الأزمة السورية. طالتهم أكثر القوانين والمعاملات العنصرية تطرفاً والتي غالباً ارتبطت بمؤسسات شبه رسمية. لكن أن تأخذ هذه المسألة طابعاً رسمياً من موظف رسمي فهو أمر يستوجب المزيد من التدقيق. هل هي عنصرية دولة؟ أم نزعة لدى عدد من موظفيها للإجرام وانتهاك حقوق الإنسان؟ تحقيق لابد أن يحصل قبل أن يتحفنا أحدهم بأن الأمر لا يعدو كون الأمن العام لا يحب فراق السوريين فأزعج الراحلين منهم. صور جديدة تحصل عليها قناة الجديد لما كان يحضر في مكتب الأسير. هذه الصور التي حصلت عليها قناة الجديد هي من المفترض أنها كانت ملجأ للبناية حيث مكتب أحمد الأسير، لكن انظروا ماذا حوله الرجل الفار من وجه العدالة، شبه معسكر تدريبي لمناصريه، حيث وضع أسلاك شائكة وبراميل حديدية وأدراج وحبال معلقة، إضافة إلى ألواح خشبية وإطارات مطاطية، فضلا عن ميزان رقمي يستعمل في قياس وزن المتفجرات والعبوات المحضرة، إضافة إلى شرائط لاصقة، ووجد عدة قصات حديدية تستعمل بتحضير المتفجرات. ومنذ حوالي الأسبوع تحرك الجيران السابقين الأسير باتجاه الفعاليات الصيدوية، حيث التقوا كل من مفتي صيدا وضواحيها الشيخ سليم سوسان ومحافظ الجنوب نقول أبو ظاهر للمطالبة بإقفال المسجد، لأن مجموعة الأسير لا تزال تتصرف وكأن الأسير موجود وهم يضيقون عليهم. في التفاصيل أنه بعدما اشترى الأسير مكتب له في البناية المقابلة للمسجد راح الرجل يتوسع ويفرض سيطرته على بناية تلو الأخرى، وقد اشترى شقة ثانية مقابلة لشقة المكتب سكن فيها بعدما باع منزله وقطع أرض في منطقة شواليق شرق صيدا بنحو 3 ملايين دولار. وتبعه الفنان المعتزل فضل شاكر حيث اشترى بدوره شقة على الطابق الثالث من المبنى الذي يوجد فيه المسجد. الشق الأمني كان يتولاه أمجد شقيق الأسير ويملك شركة لتوزيع المياه وكان بعيدا عن الأضواء، وقد جمع كمية كبيرة من المال نتيجة بيع الأسلحة وأموال المتمولين. أما الفنان التائب فضل شاكر فله استقلالية عن مجموعة الأسير، وكانت مجموعته منفصلة عسكريا عن مجموعة الأسير العسكرية، حيث كان المسؤول العسكري شقيق فضل شاكر محمد شمندر الملقب بأبو عبد شمندر، إضافة إلى أولاده الأربعة. هذا وقد استأجر شاكر محلا حوله إلى مكتب على الطابق الأرضي في المبنى الذي يقع فيه مكتب الأسير، وله مستودع أسلحة منفصل عن مستودع الأسير، وهذا المكتب والمستودع لا يدخله لا الأسير ولا مناصريه، إنما فضل شاكر وشقيقه محمد و25 شخصا من مجموعة فضل شاكر الذين كانوا على خلاف دائم مع مناصري الأسير لأنهم لم يكونوا يصلوا في المسجد، وإنما كان فضل شاكر وبعض أولاد شقيقته هم الذين يدخلون المسجد ويصلون بانتظام. مشاريع الحصبان السياحية تعاني جراء الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة.
على ضفاف نهر الحصبان تنتشر المقاهي والمطاعم والمنتجعات السياحية، على أن موسم الصيف السياحي لم يثمر هذا العام، فالتقنين القاسي في التيار الكهربائي يضاف إلى الوضع الأمني غير المستقر. بالوضع الأمني حد فورا حرج أكيد، مش حدا إذا حدا يقول لك مش متأثر، كل العالم متأثرين بتصور النسبة عند كل المطاعم بين 50-70%، وإذا مش أكثر. المطالب هي دي تم تكرر من 10 سنين، تحسين الكهرباء، وضعنا على الخارطة السياحية. لا وزارة السياحة بتتابعنا ولا تسأل عنا، ولا المنطقة كلها موجودة على السياحة بلبنان، حتى بلدية المنطقة ناسيتنا، ما بتهتم بأي مشروع سياحي هون. وضع الأبني هو مؤثر علينا كثير. الوضع يعني الوضع الأمني شوي هو مرجج المنطقة، والأخص يعني الأوضاع اللي صارت بسيدة من فترة، والمشاريع بتصير بالبقاع، يعني ابني بقى بيطلع من هون بضل خايف، ابني بيروت بده يجي على جنوب بضل خايف. أما الزوار والسياح وعلى الرغم من أن نسبتهم متدنية بشكل ملحوظ، إلا أنهم يستمتعون بطبيعة المنطقة ومتنزهاتها. على الرغم من تحذير دولة كندا بعدم الذهاب إلى لبنان لأسباب أمنية، أخذت على عاتق المسؤولية وأنا سعيد جدا بوجودي هنا. ريت هيك يروقوا لنا شوي هالحالة لحتى خلوا هالناس تعيش شوي. ونطلب من وزارة السياحة أن تعمم أو تشجع المناطق اللبنانية كلها. إذن كغيرها من المناطق تعاني منطقة الحصبان في أوج موسم السياحة، على الدولة تلتفت إلى تنشيط وإنعاش الحركة السياحية في المنطقة. أهلا من جديد. سعودي يشتهر باسم نجم الدين أزاد ينشر صور ضحاياه من المدنيين السوريين عبر حسابه على تويتر. إعلان الكرملين عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يبرم أي اتفاق مع السعودية لتقليص دعمه للرئيس الأسد في مقابل حوافز اقتصادية منها صفقة سلاح حضر على مائدة مباحثات وزير الخارجية سيرجي لافروف مع نظيره الأمريكي جون كيري في الولايات المتحدة، حيث شدد في مؤتمر صحفي مشترك إثر الاجتماع على الحل السلمي للأزمة السورية. هدفنا تهيئة أرضية مؤتمر جنيف 2، سوف نبحث عددا من الملفات، وعلينا أن نتفادى تزعزع الاستقرار والأمن، كما علينا أن نضمن الحلول السلمية لكل الأزمات عبر اعتماد الحلول السياسية. سنحاول تجاوز الخلافات مع موسكو في المواضيع كافة، لكننا لسنا متفقين مع روسيا بشأن الأزمة السورية. وفيما لا تزال الحلول السياسية تراوح مكانها، تستمر المعارك في مناطق متفرقة من سوريا، وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا أن وحدات من الجيش السوري أحبطت محاولة إرهابيين التسلل من لبنان، كما دمرت أوكار إرهابيين في أحياء بحمص وريفها. وفي خبر هز مجتمع تويتر، خرج سعودي إرهابي يشتهر باسم نجم الدين أزاد ليفاخر بقتله مدنيين وإشرافه مباشرة على ذبحهم في قرى ريف اللاذقية في سوريا، وينشر صور ضحاياه عبر حسابه على تويتر تحت عبارة تم النحر. وقالت وكالة أنباء آسيا أن الاسم الحقيقي لهذا السعودي هو عادل العتيبي، وهو من الرعيل الأول من الأفغان العرب، وهو يقاتل ضمن كتيبة صقور العز التي تعد ركنا أساسيا من أركان الكتائب الإسلامية المتطرفة في الساحل السوري. الصور التي نشرها الإرهابي أزاد تظهر جثث مدنيين تعرضوا للذبح إما في منازلهم وإما في شوارعهم قراهم، مع الإشارة إلى أن أزاد فقد رجله منذ زمن طويل ويتنقل بواسطة دراجة نارية. نشر أزاد صور ضحاياه عبر حسابه على تويتر يأتي في وقت ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أنه مع تدفق المقاتلين الأجانب على سوريا بوتيرة متزايدة، تؤسس الجماعات المتطرفة لتحويل مناطق من البلاد إلى ملاذات للمتشددين الإسلاميين، ما قد يشكل أحد أكبر التهديدات في العالم في الوقت الحالي. تتشكل هذه الجماعات من مقاتلين مستعدين لاستخدام السيارات المفخخة في عملياتهم، وتضم حاليا أكثر من 6000 أجنبي. وأوضحت الصحيفة أن الكثير من المتشددين هم جزء من جبهة النصرة، ورأت أن فكرة إمكانية حلول سوريا محل باكستان كملاذ أساسي للقاعدة في يوم من الأيام في حال سقوط الحكومة تعد ضربة قوية للمعارضة السورية التي يدعمها الغرب وجناحها العسكري الجيش السوري الحر. 26 معتقلا فلسطينيا من أصل 104 منذ ما قبل اتفاقية أوسلو سيفرج عنهم في 13 من الشهر الجاري. تقرير للزميل نزار حبش.
29 عاما من الفراق، وما زالت زوجة الأسير محمد ناصر كراجة من قرية صفا قضاء رام الله تأمل بلقاء قريب يجمعها مع رفيق دربها. سامية تتابع وكالات الأنباء تبحث عن معلومة هنا أو هناك بعد الأنباء التي تحدثت عن إفراج قريب لزوجها. هو مريض عند ضيقة نفس بصدرة، وحاليا عمره الكيت 58 سنة إلى 29 سنة داخل الأسر. كلكنين توترين يعني مش عارفين الخبر عشان الأسماء طلعين، بس مش عارفين صح ولا مش عارفين أنه إنه في أول دفعة في ثاني دفعة، فمتوترين كلكنين. واعتقد الأسير كراجة عام 1985 ومحكوم بالسجن المؤبد بتهمة قيادة خلية مسلحة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. تفاجأنا عدة مرات أن يكون اسمه موجود ويوعدونا أن يطلقوا صراحة وما يطلقوا صراحة، فإحنا ما بدنا يعني ما بدنا نصدم أخرى مرة، فإحنا بدنا نخلي الاحتمالات يعني متوازنة إن شاء الله. لا يعقل أن إنسان يظل 29 سنة في المعتقل لأن بطالب في حق إليه. ونشر إعلام العدو قائمة ب 104 أسرى منوي الإفراج عنهم على 4 مراحل، كان اسم كراجة بينهم، وذلك خلال جولات المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي قد تستمر 9 شهور. ووفقا لإعلام العدو فإن أولى المراحل ستضم 26 أسيرا يوم 13 من الشهر الجاري، وهو الأمر الذي أكدته مصادر فلسطينية مطلعة. الدفعة الثانية ستخرج بعد مرور 8 أسابيع على استئناف المفاوضات، يعني من تاريخ لقاء واشنطن أقصد، والدفعة الثالثة بعد 5 شهور من نفس التاريخ، والدفعة الأخيرة بعد 8 شهور، وكل دفعة ستكون 26 طبعا. ويشار إلى أن الأسرى المنوي الإفراج عنهم معتقلون منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، ليبقى داخل المعتقلات 4600 معتقل، منهم 13 يخوضون معركة الأمعاء الخاوية منذ أكثر من 90 يوما. الإفراج عن أسرى ما قبل أوسلو كان من المفترض أن يتم عند توقيع الاتفاقية، أي عام 93، وبغياب الضمانات قد يعيد العدو اعتقالهم بعد الإفراج عنهم، وهو الأمر الذي حدث بعد عملية تبادل الأخيرة مع الجندي الصهيوني جلعاد شليط من مدينة رام الله المحتلة. نزار حبش، قناة الجديد. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستستأنف في 14 من آب الجاري في القدس، ثم في أريحة في الضفة الغربية. وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن هذه الجولة الثانية من المحادثات ستجري برعاية الممثل الخاص للولايات المتحدة في هذا الملف السفير مارتن أندك. في هذا الوقت قامت إسرائيل بخطوة نحو بناء مساكن جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. وأكدت المتحدثة أن الولايات المتحدة أبلغت حليفها الإسرائيلي بهواجسها، مضيفة: لا نقبل بشرعية متابعة النشاط الاستيطاني. وأعلنت أن جون كيري وسوزان رايس سيستقبلان في البيت الأبيض مسؤولي مجموعات يهودية وعربية أمريكية لمناقشة عملية السلام. المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي يحذر من مفاوضات التسوية بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني ومن الوضع الأمني في مصر. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله. تكبيرة الإحرام، إقامة نماز عيد سعيد الفطر بإمامة ولي أمر مسلمين جهان. الرحمن الرحيم، مالك يوم. احتفلت إيران بأول أيام عيد الفطر السعيد، فعمت الصلوات في البلاد، وتقاطر الإيرانيون إلى باحة جامعة طهران حيث أمهم الإمام السيد علي الخامنئي المرشد الأعلى للثورة الإسلامية. خطبة العيد للسيد الخامنئي جاءت دسمة وشاملة، تطرق فيها إلى الأوضاع في إيران وفلسطين والعراق ومصر، معتبراً أن القوى المهيمنة على العالم العربي والتي تدعي دعم الديمقراطية هي في الحقيقة تقدم
الأيام الدعم للجنات. في الشأن الفلسطيني، رأى مرشد الثورة أن مفاوضات التسوية بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني لن تفضي إلى نتيجة غير ما أدت إليه المفاوضات السابقة. مفاوضات التسوية التي تجري بوساطة أمريكية والتي تدعم الصهاينة لن تؤدي سوى إلى مزيد من الظلم ضد الشعب الفلسطيني. مصريا حذر السيد الخامنئي من حرب أهلية. إننا قلقون لما يحصل في مصر، واحتمال اندلاع حرب أهلية يزداد كل يوم، الأمر الذي يشكل كارثة. لذلك أدعو الشعب المصري والمسؤولين السياسيين والدينيين والمفكرين إلى إدراك مخاطر استمرار هذا الوضع. وفي الشأن العراقي، رأى الإمام الخامنئي أن الحكومة العراقية انتخبت عبر صناديق الاقتراع، لكن القوى الرجعية لا ترضى بذلك، وهي تحاول إثارة الفوضى في العراق كي لا يفرح الشعب بالمكتسبات التي حققها. كان في النشرة: هكذا تمت عملية الفجر، قبطان تركيا ومساعده في ضيافة لبنان. زوار الإمام الرضا تبنت وأهالي أعزاز بين النفي والرضا. بس نحن ما بدنا هلأ نستعجل، نحن فرحنا بالشيء اللي صار، بس نحن ما عنا معطيات. في الخاص: جلاد على الحدود. وفي النشرة: سعودي في سوريا يذبح ويغرد. مشاهدينا، هذا كان كل شيء في نشرتنا. طبعا تحتجب الصحف في بيروت لمناسبة عيد الفطر السعيد. وهذا كان كل شيء، إلى اللقاء.